12 ظهرا العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دارين مصطفى. إليك دارين. شكرا دعاء، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، والبداية مع الخبر الذي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية إن بوريس جونسون يعتزم التقدم باستقالته اليوم من حزب المحافظين، لكنه سيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف. هذا وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن جونسون من المقرر أن يلقي كلمة أمام البريطانيين اليوم. يأتي ذلك بعد أن أعلن وزراء التعليم والعدل والتربية والأمن والعلوم وشؤون أيرلندا الشمالية في بريطانيا استقالتهم من مناصبهم. هذا وقطعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس رحلتها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة العشرين على وقع أزمة حكومة جونسون. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن مساندته لمساعي تغيير القيادة في حزب المحافظين، وأكد أنه لن يحذو حذو زملائه بإعلان استقالته من الحكومة. قال والاس إن الحزب لديه آلية لتغيير القيادة، وهذه هي الآلية التي نصح الزملاء باستخدامها. كما أشار إلى أن هناك عددا من الأشخاص عليهم الالتزام بالحفاظ على بلادهم. من جانبه أكد زعيم حزب العمال البريطاني أن المحافظين أشرفوا على 12 عاما من الركود الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة والوعود الفارغة، مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين فقط، بل هي بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة وبداية جديدة لبريطانيا. شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه لن يتنحى من منصبه رغم أزمة الاستقالات التي تعصف بحكومته. أكد جونسون في كلمة أمام مجلس العموم أن آخر ما تحتاجه البلاد الفترة الحالية هي الانتخابات المبكرة، وأنه سيقف في مواجهة أي محاولة من نواب حزب المحافظين للإطاحة به.
في السياق نفسه أعلن الكرملين أنه يأمل في تولي أشخاص أكثر مهنية للسلطة في بريطانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: نتمنى أن يأتي يوم ما في بريطانيا العظمى بمزيد من الأشخاص المحترفين الذين يمكنهم اتخاذ القرارات من خلال الحوار. يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول الكريم، واستعدادا للصعود إلى عرفات غدا الجمعة. كان مئات الآلاف من ضيوف الرحمن قد أدوا طواف القدوم حول الكعبة المشرفة، حيث سمحت السلطات السعودية لمليون حاج تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألف أتوا من الخارج بدء فريضة الحج هذا العام، وذلك بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الجائحة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ساعات وتبدأ مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة في إجراء سنوي متبع. استبدال كسوة الكعبة هو نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل. المزيد في سياق التقرير التالي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الدعاء المأثور عند رؤية الكعبة المشرفة أن تدعو بأن يزيد الله البيت الحرام وكعبته مهابة وتشريفا وتعظيما. وكان لهذا الدعاء الذي ظل متواترا على مدار القرون وسيبقى أن ألقى المهابة والتشريف والتعظيم في نفوس كل الناظرين إليها. وقد كانت كسوة الكعبة ولا تزال الحلة التي تزدان بها الكعبة المشرفة، وهي تمثل جزءا أساسيا من جماليات قبلة المسلمين. تصنع الكسوة عبر عملية طويلة يمتد العمل فيها لما يزيد على 8 أشهر أو أكثر، وباستعانة بأرقى أنواع الحرير وما يزيد على 100 كيلوغرام من الذهب والفضة، عبر مسارات مركبة تدخل فيها اختبارات الحرير ليقاوم أشكال الطقس المتقلب حولا كاملا، ثم الصباغة فالتطريز بالمذهب، عبر حياكة الآيات والذكر والأدعية على سترة الكعبة بجنباتها المختلفة. يتم استيراد الحرير الخام من إيطاليا، ويتم استيراد الذهب والفضة من ألمانيا، يتم عمل الاختبارات على الحرير، ومن ثم يتم إرساله إلى المصبغة لصبغه باللون الأسود، ومن ثم إلى النسيج الآلي. النسيج الآلي ينتج لنا نوعين من القماش: القماش المنقوش اللي نراه على جدار الكعبة، والقماش السادة يتم إرساله للطباعة لعمل الشبلونات عليه لطباعة الآيات القرآنية والزخارف، ومن ثم إلى قسم التطريز اليدوي لعمل المذهبات، ومن ثم إلى قسم التجميع. وتسلم الكسوة الجديدة في مراسم رسمية كل عام إلى سدنة البيت الحرام، وهي العائلة التي لا تزال ممسكة بمفتاح الكعبة، على أن تسلم هذا العام في العاشر من شهر ذي الحجة، استثناء من الأصل بتسليمها في يوم عرفة، على أن توضع الكسوة الجديدة في غرة شهر المحرم. بهذه الإبرة النحيلة، بهذا الخيط الدقيق، يواصل ويعكف مئات العاملون في مصنع كسوة الكعبة المشرفة على الحياكة والتطريز لهذه الكسوة. عمل صعب ودقيق للغاية، لكنه جهد وصعوبة يتناسبان تماماً مع عظم وقداسة من سيكتسي بهذه الكسوة، الكعبة المشرفة. من داخل مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، أحمد أبو زيد، إكسترا نيوز. هذا وقد أتمت بعثة حج القرعة كل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بمشعري عرفات ومنى استعداداً للتفويج. الله أكبر، الله أكبر.
في اشتياق لاستقبال ضيوف الرحمن، تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر. تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حجاج القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزويدها بكافة وسائل الأمان والراحة للحجاج. وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية هذه التجهيزات. الخيام كلها جاهزة، التكييفات جاهزة، المشروبات والموية الباردة، الأمور كلها جاهزة إن شاء الله. المواقف موجودة، زائداً سوينا خدمة إضافية، عندنا عدد 2 مشرفين باصات، لكل باص مشرفين، واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف. الحاجي ماخذ مساحة أكبر من المساحة اللي فاتت بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل، ففي إضافات جميلة إن شاء الله. تجهيز جميع المخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم. كما قمنا بتأميد بتوريد أكثر من يعني مصادر اللي هي التبريد، الثلاجات والفريزرات والأمور دي كلها عشان تكون للحجاج. وفي منى حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة، مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج، وتقدم وجبات على مدار اليوم وتأمين متكامل للمخيمات للتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات. المخيم مجهز من صفا بد ومخدة وغطاء وفرشة غطاء لنفس الصفا بد عشان تكون ناعمة. عند البوابة حيكون في حراس أمن للحفاظ على سلامة الحجاج من الدخلاء على المخيم، وحيكون في رجال البعثة المصرية أو أعضاء البعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد. خطوط سير محددة تقطعها حافلات حجاج القرعة في يوم التصعيد، وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى منى لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر. ومحلياً كثفت وزارة الداخلية خدماتها على الطريق السريع استعداداً لاحتفالات الأعياد. المزيد في سياق التقرير التالي. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس.
الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. كل الاستعدادات موجودة وكاميرات، وفوق الكوبري تطلع تلاقي ضباط، وفي كل الاتجاهات موجود ضباط. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما كناش متوقعين. احنا الاهالي هنا وعايشين هنا ما كناش متوقع ان احنا يبقى طريق بالمنظر ده. طريق صراحة مستوى عالي جدا، طريق ليه بالبلد وليه بالساحل الشمالي صراحة. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا 70-80 كيلو بنمشيهم كلهم 6 حارات، ما فاضلش غير الوصلة بتاعت من الضبع لغاية مطروح ويبقى الطريق عالمي يعني. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 96 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 628 قضية، من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 6 أطنان أقماح محلية. في سياق تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأسلحة المدفعية التي قدمها الغرب لبلاده أسهمت في تقدم كبير لقوات بلاده في ساحة المعركة. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي إن تلك الأسلحة سمحت باستهداف مواقع القوات الروسية فضلا عن إلحاق أضرار دقيقة بها وقصف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد الروسية. وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده تتقدم حاليا على عدة جبهات جنوبية لا سيما في منطقتي خيرسون وزابوريتشيا. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية أحبطت حتى الآن محاولة روسية للتقدم إلى شمال منطقة دونيتسك، غير أن مدينة سلافيانسك ومناطق مدنية أخرى تعرضت لقصف مكثف. قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول تحسين وضعها الميداني في سلافيانسك عبر قصف عدة قرى بالمدينة بالمدفعية الثقيلة، ومؤكدا أن الجيش الأوكراني تمكن من جهة أخرى من صد هجوم بري على المدينة.
المزيد عن مدينة سلوفيانسك، أكبر مدن إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، نتابعه في العرض التالي. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، هذا بالإضافة لوجود حل حالة الحظر العسكري الروسي على الصادرات الزراعية من موانئ أوكرانيا. أضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن الوزيرين بحثا أيضا الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، إضافة إلى نتائج قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الناتو. قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم أدى إلى انتشار أكبر للفقر، موضحا أن 71 مليون شخص حول العالم أصبحوا أسفل خط الفقر خلال 3 أشهر فقط منذ شهر مارس الماضي. وأكد البرنامج أن الفقر ازداد بوتيرة أسرع من فترة فيروس كورونا، مضيفا أن الأزمة الروسية الأوكرانية من بين العوامل المؤدية للتضخم. وأفاد البيان بأنه في الوقت الذي تزداد فيه معدلات الفائدة ردا على ارتفاع معدلات التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش سيزيد من حدة الأزمة وتسارع الفقر وتعميقه في العالم. من جانبه قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أزمة تكلفة المعيشة تلقي بملايين الأشخاص في الفقر، ما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة كبيرة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن أعلى مستوى 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب، وذلك المرة الأولى منذ 9 من مارس من العام الجاري. ارتفعت العقود الأجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7% لتصل إلى 1930 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، وفي مستهل التعاملات سجلت مستوى 1865 دولار. كانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بنحو الضعف خلال شهر واحد. أفادت شركة غاز بروم الروسية بأنها تضخ الغاز الطبيعي عبر نقطة العبور ساوثغيت من أوكرانيا إلى أوروبا، فيما تظل إمدادات الغاز عبر محطة سخرنوفكا عند الصفر. وأكدت الشركة أن حجم الغاز الذي سيتم ضخه عبر أوكرانيا يبلغ 41 مليون و 200 ألف متر مكعب. وأشارت غاز بروم إلى أن نقل جميع إمدادات الغاز إلى ساوثغيت أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، ونتيجة لذلك انخفض ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. من المقرر أن يتخذ البرلمان الألماني قرارا بشأن قانونين للتعامل مع قضايا الطاقة الطارئة الناجمة عن انخفاض إمدادات الطاقة الروسية
بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يدخل البرلمان إجازته الصيفية حتى نهاية شهر أغسطس تقريبا. كانت حكومة المستشار أولف شولتز قد وضعت تشريعا يسمح لبرلين بالتدخل عندما تواجه شركات الطاقة متاعب. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز في برلين. عربي، بعد التحية، ما الجديد الذي من الممكن أن تقدمه سواء الحكومة أو البرلمان أو الشركات فيما يتعلق بأزمة الطاقة؟ الحقيقة دعاء الحكومة الألمانية تريد أن تعتمد على الطاقة المتجددة، تحديدا طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير في المستقبل نتيجة قلة كميات الغاز التي تأتي هنا إلى ألمانيا لإنتاج الكهرباء في ألمانيا. وبالتالي في القانون الجديد أقر البرلمان الألماني البوندستاغ حزمة جديدة من القوانين لتوسيع الطاقات المتجددة بشكل كبير وهائل لأول مرة الحقيقة في تاريخ ألمانيا حسب القانون اللي خرج قبل دقائق، لتلعب طاقة الكهرباء في المستقبل من الرياح والشمس، يعني ستعتمد عليها بشكل كبير جدا، حيث أقر البرلمان الألماني يعني بتصويت معظم أحزاب إشارة المرور والأحزاب الثلاثة الحاكمة الآن أن حصة الرياح والطاقة الشمسية، وتم إقرار هذا القانون قبل دقائق، حصة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية يجب أن تزيد إلى 80% لاستهلاك الكهرباء في المستقبل، وحتى بحلول عام 2030 هنا في ألمانيا سيتم الاعتماد على 80% من إنتاج الكهرباء بالطاقة المائية ومن طاقة الرياح ومن طاقة الرياح والمياه لكن عربي، فكرة أن تكون الاعتماد الأبرز على الطاقة النظيفة في 2030 كانت هذه خطة موضوع حتى قبل هذه الأزمة، لكن فيما يتعلق بالأزمة الحالية وعدم توافر الطاقة المطلوبة، إلى أي مدى ما الممكن أن تحل محلها الطاقة النظيفة الموجودة في الوقت الحالي؟ الحقيقة الطاقة النظيفة مش هتقدر تحل محل الطاقة من الغاز تحديدا والنفط في وقت قصير خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأن القانون ظهر النهاردة والحكومة الألمانية هتبدأ في تخصيص 2% من كل مساحة ألمانيا في المستقبل لبناء توربينات الرياح والطاقة الشمسية وما إلى ذلك. لكن في الوقت الحالي لا يوجد حل، حسب حتى روبرت هابك وزير الاقتصاد الألماني أمام نواب البرلمان البوندستاغ صباح اليوم، لا يوجد حل سوى شراء كميات من الغاز المسال لتغطية الشتاء المقبل، لأن الكميات الحكومة الألمانية متوقعة أن الكميات التي تأتي من الغاز من الجانب الروسي تحديدا سوف تقل وربما ستصل إلى الصفر في حدود ربما أسابيع، ستقوم الحكومة الروسية بإيقاف جميع كميات الغاز التي تأتي هنا ألمانيا والاتحاد الأوروبي. فبالتالي لا يوجد حل حسب الحكومة الألمانية سوى شراء كميات من الغاز المسال من مختلف دول العالم، الشرق الأوسط، من الدول العربية بالطبع، ومن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج. تمد الآن ألمانيا بكميات كبيرة جدا من الغاز حتى يتم تخزينها، لأن دعاء الكميات المخزنة الآن في ألمانيا تقريبا 60% لا تستطيع تغطية احتياجات ألمانيا من الشتاء المقبل. لذلك لا يوجد حل الآن سوى شراء كميات جديدة من الغاز المسال من مختلف دول العالم. يوم 11 بعد أيام قليلة 11 يوليو سوف يتم إجراء عمليات تصليح في مشروع نورد ستريم 1 الذي يضخ الغاز من الجانب الروسي إلى هنا في ألمانيا. الحكومة الألمانية متوقعة أن ربما الحكومة الروسية ستقوم بشكل متعمد بإيقاف ضخ الغاز ربما أسابيع طويلة بحجة تصليح إجراء تصليحات في نورد ستريم 1. الحكومة الألمانية متخوفة من هذا الأمر يوم 11 يوليو تحديدا، وجمعنا صناعة ما الذي سيحدث في هذا اليوم. نعم، عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز في برلين، جزيل الشكر لك. ومن ألمانيا إلى الهند، حيث عدلت الحكومة الهندية سياسة تصدير دقيق القمح، كما أنها طلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير. هذا وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو الماضي بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وبعد الحظر قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البنزين في بلاده. أشار بايدن إلى أن إدارته ستتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البنزين الحالية مع الحفاظ على الطاقة النظيفة في المستقبل. وفي وقت سابق دعا الرئيس الأمريكي أصحاب محطات البنزين إلى تخفيض الأسعار.
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه قد يضطر إلى رفع حاد لأسعار الفائدة من جديد، وذلك لوقف ارتفاع التضخم. هذا وأقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن رفع أسعار الفائدة قد يضعف الاقتصاد، لكنهم أشاروا إلى أن مثل هذه الخطوات ضرورية لإبطاء زيادة الأسعار مرة أخرى. كما أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من إمكانية تحول التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد. قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ إبريل، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة. وفي تصريحات لها قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سيخفض خلال الأسابيع المقبلة من توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام. أضافت أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية. كان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1%. ما زال الاقتصاد العالمي خاصة بمنطقة اليورو يعاني، وذلك على وقع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث وصل التضخم بالمنطقة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تحذيرات من دخول عدد كبير من الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود خلال الأشهر 12 المقبلة. المزيد في العرض التالي، والزميلة إنجي طاهر. لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي، خصوصا منطقة اليورو التي وصل فيها التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. فوفقا للمحللين، فإن عددا كبيرا من الاقتصادات الكبرى سيدخل في مرحلة ركود خلال الأشهر 12 المقبلة وسط تشديد السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما سيدفع بالاقتصاد العالمي إلى تباطؤ متزامن في النمو. ويتوقع المحللون أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا إلى جانب الولايات المتحدة حالة من الركود، كما أنه من المرجح أن يستمر التضخم المرتفع في ظل انتشار ضغوط الأسعار لما بعد السلع الأساسية لتصل إلى بنود الخدمات والإيجارات وحتى الأجور. عمق الركود سيتفاوت بين الدول، ففي الولايات المتحدة يتوقع المحللون ركودا ضئيلا لكنه طويل الأمد، أما في أوروبا فقد يكون الركود أعمق بكثير إذا قطعت روسيا صادراتها من الغاز تماما عن القارة. كما توقع المحللون انكماش اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 1% في عام 2023. أما بالنسبة للاقتصادات متوسطة الحجم والتي من بينها أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية، فيمكن أن تشهد هذه الدول ركودا أعمق من المتوقع في حال أدت إجراءات رفع أسعار الفائدة إلى حدوث كساد في الإسكان. ومن المتوقع أن تتلقى كوريا أكبر ضربة مبكرة مع انكماش اقتصادها بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من هذا العام. ومن المتوقع أيضا أن تشهد اليابان أخف نسبة ركود مقارنة بتلك الدول بفضل الدعم المستمر للسياسات وإعادة الفتح المتأخر لاقتصادها، بينما تعد الصين حالة خاصة حيث يتعافى اقتصادها بمساعدة السياسات التيسيرية، على الرغم من أنها لا تزال معرضة لخطر تجدد الإغلاقات طالما التزمت بكين بتنفيذ استراتيجيتها صفر كوفيد. وبرأي خبراء الاقتصاد، فإن البنوك المركزية التي تسعى إلى إعادة تبييض سمعتها فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم من المرجح أن تزيد من تشديد السياسة، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالنمو الاقتصادي قبل خفض الأسعار في عام 2023. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي سيدخل في فترة تباطؤ، ولن يكون بإمكان الدول الاعتماد على الصادرات من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر، ما يعني حدوث ركود في الاقتصاد العالمي. مشاهدينا، كان هذا عرضا لتوقعات الركود في دول العالم على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. شكرا لكم على طيب المتابعة. سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جدري القردة، وذلك منذ يوم 27 من يونيو الماضي،
ليصل مالي الوفيات إلى 3 حالات منذ بداية العام جميعهم في إفريقيا. أضافت المنظمة أن حالات الإصابة زادت بنسبة 77% منذ أواخر يونيو الماضي إلى 6027 إصابة أغلبها في أوروبا. ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدريس أدهانوم إن المنظمة ستعقد اجتماعا للجنة التي ستقدم المشورة بشأن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية خلال الفترة المقبلة. أفادت وزيرة تغير المناخ الباكستانية بمقتل 77 شخصا على الأقل منذ منتصف يونيو الماضي جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها في مختلف أنحاء البلاد. وأضافت أن نسبة هطول الأمطار في باكستان تجاوزت المستوى المتوسط منذ 14 من يونيو الماضي بمقدار 87%. وبسبب الأمطار المستمرة والفيضانات أعلنت سلطات ولاية بلوجستان حالة الطوارئ في عاصمة المنطقة مدينة كويتا التي لا تزال المياه تغمر معظم أحيائها. أدى سقوط أمطار غزيرة على شمال شرق الصين إلى حدوث فيضانات حصرت الحافلات وغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن. وعلى مدى الشهر الماضي واجهت الصين موجة من الطقس السيء شملت موجات حر وفيضانات قياسية، وأرجع خبراء الطقس السبب إلى تغير المناخ. هددت الأمطار الغزيرة أيضا بغمر شمال مدينة سيدني في أستراليا حيث انحسرت مياه الفيضانات بها وبالمنطقة المحيطة بها أيضا. قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إن أوامر الإخلاء والإنذارات الرسمية للاستعداد لمغادرة المنازل صدرت إلى 60,000 شخص، مشيرا إلى أن بلدات منها ميتلاند وسنتلتون في وادي هانتر بشمال سيدني لا تزال مهددة بالفيضان. وأضاف أنه قد تم تنفيذ حوالي 50 عملية إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية. وفي أخبارنا الاقتصادية، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم. سجل الجنيه أمام الدولار 18 جنيه و83 قرش للشراء و18 جنيه و89 قرش للبيع، فيما سجل ريال السعودي 5 جنيهات وقرش واحد للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. وإلى أسعار النفط التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم، حيث يقيم المستثمرون مخاوفهم بشأن التباطؤ العالمي المحتمل مع اتجاه البنوك المركزية لتجديد السياسة النقدية وتأثير ذلك على الطلب على الطاقة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 100 دولار ودولار واحد و79 سنتا للبرميل. كما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي بأكثر من 1% مسجلة مستوى 99 دولار و56 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 9 أشهر في الجلسة السابقة مدفوعة بانخفاض الدولار بشكل طفيف. سجل سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية صعودا عند مستوى 1744 دولار للأوقية. كما زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلة مستوى 1743 دولار للأوقية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعدما استوعب المستثمرون بيان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومع توجه الأنظار حاليا نحو اجتماع المركزي الأوروبي المنتظر. هذا وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 الرئيسي بما تجاوز 1.5%. كما زاد كاك الفرنسي بنحو 1.5%، كما ارتفع فوتسي البريطاني بقيمة 1%،
فيما صعد داكس الألماني بنحو 1.6%. ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل طفيف بنحو 0.2% على أساس شهري خلال مايو الماضي، لكنه لم يكن كافيا لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن ركود اقتصاد البلاد، حيث تستمر مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام في التأثير على النشاط، فيما انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.4% على أساس سنوي. رفع البنك المركزي في سريلانكا تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15.5%، وذلك سعيا لتهدئة الأسعار المرتفعة. كان البنك قد رفع الفائدة بمقدار 850 نقطة منذ بداية العام حتى مع انكماش الاقتصاد في الربع الأول، وتوقع البنك تضرر النشاط الاقتصادي المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب استمرار الاضطرابات في جانب الإمدادات، وهو ما يرجع في المقام الأول لنقص الطاقة. وفي أخبارنا الرياضية، يواجه فريق غزة المحل اليوم نظيره فيوتشر في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية في نسخته الأولى. سيقام اللقاء في 9:30 مساء على استاد القاهرة. بصافرة إسبانية وعلى استاد القاهرة الدولي يسدل الستار على منافسة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى بالمواجهة التي تجمع بين غزل المحلة وفيوتشر. وانطلقت البطولة في 12 يناير الماضي بين أندية الدوري الممتاز، وشهدت تأهل أندية فيوتشر والإسماعيلي وغزل المحلة في صدارة المجموعة الثلاث وإنبي كأفضل وصيف. وتأهل فيوتشر إلى نصف النهائي بعد صدارته المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفوزه على إسترن كومباني 3-0 وبيراميدز 2-1 وبنفس النتيجة على المصري، والتغلب على مصر للمقاصة 1-0 ثم الخسارة أمام الاتحاد 2-1. وتخطى فيوتشر عقبة إنبي في نصف النهائي 2-0 ليحجز مقعده في المباراة النهائية. أما غزل المحلة فصعد للمربع الذهبي بعد صدارته المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بتعادله مع طلائع الجيش 1-1 ومع إنبي دون أهداف، ثم الفوز على الزمالك 3-0 وعلى فاركو 3-1 والتغلب على سيراميكا كليوباترا 2-1. وتعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي في نصف النهائي 2-2، وفاز زعيم الفلاحين بركلة الترجيح بنتيجة 4-3. ويراهن فيوتشر على قدرات نجومه وخبرات لاعبيه من أجل اقتناص اللقب الأول في مسيرته بعد أن ظهر في الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة، فيما يملك غزل المحلة طموحا كبيرا لاستعادة أمجاده وإعادة البطولات مرة أخرى لخزينة زعيم الفلاحين. وفي كأس رابطة الأندية أيضا يواجه فريق الإسماعيلي نظيره إم بي اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث سيقام اللقاء في 6:00 مساء. يذكر أن فريق الدرويش قد خرج من نصف نهائي البطولة بعد هزيمته من المحلة، كما خسر إم بي أمام فيوتشر. تأهل فريق منتخب السويس إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بفوزه على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة في إطار منافسات دور 16. أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب باسم عادل في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره إيسترن كومباني اليوم في منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. سيقام اللقاء باستاد برج العرب في 6:00 مساء. وقد تأهل المصري لهذا الدور بفوزه على المنصورة في دور 32، بينما صعد إيسترن على حساب غزل المحلة.
حصد منتخب مصر لكرة اليد فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد خسارته أمام إسبانيا بنتيجة 27-28 في المباراة النهائية. انتهى الشوط الأول بنتيجة 13-16 لصالح الفراعنة، بينما شهد الشوط الثاني تركيزا ملحوظا للفراعنة من البداية عن طريق اللاعب الهجومي، لكن سرعان ما ساعد المنتخب الإسباني توازنه، ومن ثم تحقيق التعادل ثم التقدم في الدقيقة قبل الأخيرة حتى ينتهي اللقاء، وذلك لصالح إسبانيا بنتيجة 27-28. تأهل النجم الإسباني رافائيل نادال إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره الأمريكي تايلور فريدز بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية. بهذه النتيجة سيواجه نادال يوم الجمعة المقبل في نصف النهائي اللاعب الأسترالي نيك كيريوس. كان اللاعب الأسترالي نيك كيريوس قد صعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد فوزه على نظيره الشيلي كريستيان غارين. حقق اللاعب الأسترالي الانتصار بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 و6-3 و7-6 في مباراة استغرقت ساعتين و11 دقيقة. تأهلت الرومانية سيمونا هالب إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد تغلبها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا. وفازت هالب بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4 في لقاء استغرق ساعة وثلاث دقائق، حيث تأهلت هالب إلى نصف نهائي ويمبلدون للمرة الثالثة في تاريخها. أما عن أخبار الطقس، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. جونسون يتجه إلى الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين على وقع موجة الاستقالات في الحكومة البريطانية. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. أسعار الغاز في أوروبا ترتفع إلى مستويات قياسية مع تراجع الإمدادات. ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. كان معكم في هذه الجولة الإخبارية دعاء جاد الحق، وأنا دريم مصطفى. حتى نلتقيكم من جديد، نترككم في أمان الله.